احنا هنسمع العزيزه بنت العزيز سلمى الهرش. هتيجي بقى تسمعيني هنا بقى، وانت حبيبتي دي بتيجي متاخره، انا ما عملتش حاجه. سامحيني. ايوه طبعا 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 طبعا. شويه شعر وشويه كلام بقى، يعني شويه شعر وشويه حاجات، يعني حاجه وحاجه، يعني قصايد ورا بعض، احنا عندنا مشكله. هو دايما الشخصيات الفي اي بي بتبقى في اخر اللقاء، ببقى لنفسي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. انا بشكر طبعا سياده اللواء على جامع الاحبه والسهام الناريه راحت فين؟ اقعدي. السهام الناريه انا رايي انت علاء ولا انا بتهيألي؟ حبيبي علاء. علاء ده استضاف في البيت وعلاء حبيبي واخويا ربنا يخليك ليا. كل سنه وانتم طيبين جميعا، ويسعدني هذا اللقاء الثقافي، والثقافه هي معرفه بعض الشيء عن كل شيء. وفي الانجلش علمونا الكوميونيكيشن او الاتصال الجيد. أنا شايفة يا سيادة اللواء إن كل القامات الموجودة كلها قامات ثقافية مشبعة بالثقافة بفضل الله. إحنا بنتمنى على حضرتك إن لكي يكون هذا اللقاء أكثر ثمرة، بقترح والله أعلم، إن إحنا كمرسلين ولدينا رسائل رائعة ننتقص المستقبل المستهدف. لو قعدنا مليون سنة نقول لبعض عن ثقافتنا وعن مخزوننا ما بداخلنا، تشعر كأني بتكلم داخل جبل وبسمع صدى صوتي. مظبوط كده يا سيدنا؟ احنا بنتعلم من بلدي بالصحة. فبنتمنى من سيادتك لو ننتقد استاذ زهاب بهذا الجمع الكريم، لنختار من بدايه خمس محافظات وننظر مع عمد ومشايخ. انا امينه البر المجلس القبائل ومسؤوله عما اقول. ان اعجبتكم هذه الفكره، الشعب المصري محتاج فعلا لجمعة ثقافية ومنتقص هذه الجرعة. لو فضلنا ندي في بعض كعشرين فرد ما هي الفائدة؟ ولكن لو هذه الجرعة خرجت لقرية محرومة من التعليم والثقافة، ما بالكم عند الله مما سنفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خيركم من تعلم القرآن وعلم. لكي نكون قامات ثقافية مصرية وطنية على حق، يجب أن يخرج ما بداخلنا. هناك امرأة أنا زرتها في وادي الراحة في سانت كاترين، والله عام 2022 حتى الآن تحيا بعقل القرون الماضيه. فهذه المره لو اخذنا معنا ست اللواء قافله بالبيت وطلعنا ومعانا بعض الهدايا من بعض المؤسسات الخيريه، ورحنا لسيدات في لجوء في اسرائيل تحتاج للتثقيف في اماكن في جنوب سيناء. انا لما رحت مرتين ثلاثه لقيت اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اقسم بالله قال لي تعالي بالبقاء بالسيارة على حساب المحافظة. احنا محتاجين نوعي سيداتنا، وكنا بنتكلم في موضوع اخطر مما تتخيل، لان المرأة ان اهملت في زوجها وخرج ووجدت السائحة بتكون جاية بمرض الايدز لشباب مصر، وهذا الشاب ينقل للأسرة. وتحدثنا في امور فعلا تفيد المرأة المصرية وصحة الأسرة المصرية.
الأديبة الرائعة بنت القبائل إن إحنا ننتقل من الساحات الضيقة إلى الساحات الواسعة بفنانينا بجيشنا العظيم بقادتنا معانا. يعني مثلا كان معانا النهارده القائد المنصوري وزيادة اللواء. يا سلام لو الشعب المصري في الوقت الحالي يستمع لقصصهم الوطنية، هم يحتاجون لجرعة وطنية منهم. ليس نحن تشبعنا تعبينا ثقافة، احنا عايزين نطلع بالرموز الثقافية دي خارج الصندوق، نروح للشعب المصري هو الآن في حيرة من أمره ويحتاج لكل رمز وطني أصيل، لأن العالم الآن يشهد أحداث مضنية وصعبة. وإن لم نوعي المواطن المصري بأهمية تمسكه بقواته المسلحة ودعمه لجيشه والوطن ولرئيسه في هذا التوقيت، سوف ندفع أثمان نحن في غنى عنها. فأنا بترجى لي رجاء كابنة من بنات مصر وقبضت هذه العظيمة ولهذه العظيمة ولو هؤلاء العظيمات، وحيوا معي بنت العراق المحترمة الرائعة أجمل دولة تحب المصريين. تحييكي تحييكي. أنا تربيت بيت الشيخ سالم، كنت أستمع لجدي الشيخ سالم كان دايما يقول أحسن رئيس بيعامل المصريين في دولته الرئيس صدام حسين رحمة الله عليه. فشعب العراق يستحق كل الاحترام والتقدير والسلطة. فحياة الله بين أخواتي وبين أهلي، وطبعا يعني زوجة لقائد عظيم، فمن حي الجسر المصري الذي لا يفرق بين عراقية ولا مصرية ولا ليبية ولا كويتية، ويدافع عن شرفنا جميعا. فتحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة المصرية. أيضا يعني رئيس لا ينام ويلام، إيه رأيكم في العراق؟ رئيس لا ينام ويلام، والله لم أرى. إحنا وقفنا قبل كده للرئيس مبارك وقلنا وعدنا وكان صاحب فضل في أكتوبر وكان له مشروعات وكان له عظمة، ونحن شعب فعلا غريب. حينما نمجد نرفع في السماء وحينما ننزل نصل الأرض، ليس لدينا وسطية في الفكر، ليس لدينا وسطية نهائي. كلنا خلف الرئيس السيسي دعما لمصر ودعما لجيشنا العظيم حتى آخر نفس في حياتنا في هذه الفترة الصعبة جدا. وأتمنى من القائد الرائع سيادة اللواء على فكري تجرسنا كبيرنا في العائلة القاهرية، إن إحنا يعني بهذا الجهد العظيم ودينمو عندك في البيت ما شاء الله عليها ربنا يديها لك ويحفظها ويحميها، نفسنا فعلا هذا الجهد ست اللواء ينسق له أمنيا، ينسق له مع مديرية الثقافة، مع مديرية الشباب والرياضة، مع الإعلام المصري، لكي ننتقل إلى ساحات شعب مصر الأقل للثقافة الذي يحتاج لأيديكم جميعا في هذا الوقت الخطير. إذا انتقلتم بهذا الصالون لمحافظات مصر ولحدود مصر وأنا معكم ومستعدة كأمينة لمجلس القبائل أن أنسق مع علماء ومشايخ قبائل مصر وأعد لقاء بالغداء بكل ما تشتهون على مسؤوليتي الخاصة، أنا مستعدة. بحييكم وبشكركم، وبإذن الله تعالى هذا الصالون الثقافي المحترم ينال التقدير من القوات المسلحة المصرية وينال التقدير من السيد الرئيس السيسي حينما يرى قامات ثقافية تتحرك بوازع وطني نحو شعب مصر الذي يحتاج للرفع من شأنه الثقافي في هذا الوقت الحالي. أشكركم وأحييكم تحية لكل فنان عظيم أكرام هذا اليوم. بس ما تجيش تتحس فعلا الجميلة من الإسكندرية يا رابعة والله. وتحية طبعا لسيادتك أنا بنحني يعني لحضرتك، شكرا وعرفانا تحية مش عارفة، تحية لكل
موجودة معانا الفنانة الجميلة الرائعة أشكر شكرا ليكي طبعا وحيد يعني فريق الأطرش 2022 بحييكم جميعا الشيخنا العظيم الرائع يعني شرفت به ليلة الإسراء والمعراج بحييك يا فندم وإن شاء الله كل هذه عايزة أقول لحضرتك إن في ندوات بتتنظم أنا يمكن عشت في محافظة الوادي الجديدة أكثر من 4 سنين والحقيقة أنا كنت بعمل بروتوكولات كتير وبعمل شغل كتير في الفترة دي وكان يعني كان المهمة كانت صعبة هناك يعني أنا يمكن ما بحبش أتكلم كتير إني يعني أنا بحب الثقافة أكثر من السياسة لكن أنا فترة من الفترات كنت منسق انتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوادي الجديد منسق إعلامي للحملة كلها والحقيقة أنا شفت قد إيه الدولة بتدعم الثقافة في المحافظات وقد إيه في جهات وفي جهات مسؤولة حكومية بتدعم الدولة بتنظم ده وإحنا كمثقفين إذا أوكد إلينا إن إحنا نقوم في أي دور في أي محافظة كلنا هنقوم وهنروح على حسابنا وهنعمل كل خير إن شاء الله وعلى فكرة سينا في قلوبنا كلنا وكل المحافظات الحدودية في قلوبنا كلنا وعايزة أقول لك على حاجة نظم لنا أنت حاجات حلوة وإحنا هنروح اتفضل الحقيقة أنا بدور بصوت يا أستاذة سهام بصوت رائعة إحنا كنا جايين في القطر وبعدين بيقول شعر فالتف علينا الجمهور بطريقة حسستني إنه فعلا زي ما بتقول الناس نشتغل السنة هو المشكلة إحنا كسرنا المسألة دي بالرد ده بيسجل لنا ويبقى فيه يوتيوب الناس بتشوفه طب اللي ما عندهاش يوتيوب هنعمل إيه؟ لازم فعلا أنا قلت من 5 سنين المسؤول الاول عن الثقافه متى تكون الثقافه خبزا يوميا يتعاطى مليون مصري في اليوم مصر متى اخرج الى الشارع اجد توجيها ثقافيا متى افتح التلفاز اجد توجيها ثقافيا كل اللي عملوه بعد شويه لبسوه جلابيه وطلعوه لك ما عملوش حاجه الوحيد اللي بيحط توجيهات ثقافيه الجيش انتبهوا الجدع في حاجة في شوارعنا وفي حوالينا توجيهات ثقافية مكتوبة للناس الناس لازم تتثقف 100 مليون فالفكرة ان احنا بنأيدك لكن بنعمل اللي احنا عليه انا عامل 64 صفحة على شبكة المعلومات علشان الناس تستفيد الراجل ده بيعمل يوتيوب عشان الناس تستفيد ما يبقاش بيقول لبعض فاحنا بنعمل على كل بس احنا عشان الوقت هيبقى في مشكلة هيبقى لا انتوا بس المشكله في حاجه ان احنا في الطريق الصح واحنا معاك في اي قافله كل اسم اول واحد انا معاك في اي قافله هروح اقول لهم قولوا لا شاف كمان ولا تاجي العلمي سوى ساعات عمر المهيب اسمعي ابن القبائل اللي بيجي كده اسمعي ابن القبائل الشاعر عشان هناخد بريك بقى عشان تتعبنا